اهلا معاكم اخوكم سامي فرد من قناه سامي اف. كيف تمسح الاكسبنشن اللي انت منزلنا على الكيبورد؟ في واحد سالني يبغى يحط اكسبنشن جديد. عندك طريقتين، طبعا كلكم تعرفون كيف تنزيل الاكسبنشن. تروح على منيو رقم 2 عند كلمه اكسبنشن، طبعا هني الباك انستليشن، انت هني كيف تختار وتنزل. الحين انا لو تلاحظون منزل باقه من قبل، هاي الباقه الاكسبنشن شوفوا موجوده. كيف امسح هذه الباقه وانزل باقه جديده؟ عندك طريقتين، تروح منيو رقم 2 اكسبنشن، عندك الخيار الاول انك انت تنزل على الباقه اللي موجوده باقه وتروح القبليه وتتم عندك الجديده، يعني تختار واحده من هالباقات وتعمل الطريقه. رقم 2 زين، في تحت هني لما ترجع تدق على كلمه اكسبنشن تحت الباك انستليشن مكتوب لك ريستور بري انستليشن، هاي اذا ضغطت عليها بالطريقه هذه تطلع لك الصفحه هاي، تدق اوكي. شوف يقول لك نو فورماتنج، ناو فورماتنج دو نوت تيرن اوف ذا باور يونت، الحين قاعد يفرمت ويمسح الاكسبنشن اللي موجود في الكيبورد، يرجع لك اياه على حالته الطبيعيه من غير اي اكسبنشن. لاحظ معي، شوف يعمل اكسيوكستنج، شوف قاعد يمسح الكيبورد، يمسح كل الباقات الاكسبنشن اللي انت منزلينها ويرد لك الكيبورد من اول وجديد وتنزل الباقه اللي انت تباها. والطريقه الاولى اللي قلت لك عنها انك انت تنزل على الباقه تعمل انستولينج على الباقه نفسها، بعد يمسح المجموعه القديمه وينزل الجديده. بهاي الطريقه انا علمتك انك كيف تمسح الباقه اللي موجوده. طبعا انا الوقت ياخذ وقت لغايه ما يكتمل هني. لاحظوا معايا راح تكتمل عملية مسح المجموعة. ما تخليه على راحته، يعني يمكن يطول معاك على حسب المجموعات اللي انت منزلينها. بعد ما تكتمل العملية هذه راح اراويك انه يرجع الكيبورد من غير اي مجموعة في خانة الاكسبنشن، يعني كل المجموعة بتتلغي وتمتحي وتقدر تنزل الاشياء الجديدة اللي انت تريدها. شوف اكتمل التنزيل، راح يعمل بس تطلع لك هاي الكلمة بعد ما يكتمل، تدق اوكي، الكيبورد راح يسوي ريستارت لنفسه. شوف تستنى عليه ليل ما يفتح، لما تروح عقب على الاصوات وعلى الايقاعات راح تلقى الاكسبنشن فاضي عندك، تروم تتنزل اكسبنشن من اول وجديد او مجموعة. لحظة خليه يفتح الكيبورد، لاحظ معي هذا الاكسبنشن، هذا الاكسبنشن شوف اللي موجود اللي جاي في الكيبورد نفسه، بس وين الايقاعات اللي كنت منزلينها المصري والعراقي والشامي كله امتحى، هذا الاكسبنشن جاي مع الكيبورد نفسه، هذا ما يمتسح. شوف معي في الاصوات نفس الشيء، الاكسبنشن اللي جاي مع الكيبورد، لكن لو كان ما في اكسبنشن راح تلقى خانه الاكسبنشن الفاضيه. والى اللقاء مع معلومه جديده.